تعالوا نجعل من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلادا جديدا لنا، ميلادا يحقق وحدتنا، ميلادا ينهي فرقتنا. فما جاء محمد إلا لذلك بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. أول ما قام به يوم وصل المدينة المنورة التي طابت به وتنورت، أول ما قام به آخى بين المهاجرين والأنصار، صار الدم الدم والهدم الهدم، فلا يوجد نعرات ولا عصبيات ولا إثنيات ولا عرقيات ولا مذهبيات، إنما يكفينا أننا كلنا ننتسب إليك يا رسول الله. أفلا يكفي هذا توحدا لنا أيها العرب والأكراد؟ ألا يكفي هذا لنا أيها السنة والشيعة؟ ألا يكفي هذا لنا أيها الصوفية والسلفية؟ ألا يكفي هذا يا أجناس الأمة وأطيافها وألوانها؟ فكفاكم شتاتا. من كان صادقا بحبه لرسول الله وفرحه لرسول الله فليخرج من عنق الزجاجة، فليكسر الدوائر الضيقة المقيدة، ولينهي الولاءات المحدودة، ولينطلق إلى رحاب الأمة ينتبه إليها لأنها أمة رسول الله.